معقول يا ناديه ما تعمليش مشروع اخر السنه؟ ما كنت بتعملي ايه طول السنه؟ انا اسفه يا دكتور، معلش كان عندي ظروف منعتني اكمل المشروع ده. انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه انك هتسقطي السنه دي، ودي حاجه غريبه ما تعودناش عليها. معلش يا دكتور نصيبي كده. اتفضلي يا نهى، مشروعك احسن مشروع في الدفعه، وانا بتنبأ لك درجه امتياز. دي حاجه غريبه عليكي، اول مره تعمليها. عموما بالتوفيق والف مبروك. ميرسي يا دكتور، يعني اوعدك ان شاء الله ان انا كل مره امتياز واكون عند حسن ظن حضرتك. خلاص امتياز على طول. اوكي عادي يا ماما. بتفضحني وتخلي سرت على كل لسان يا ابو عميره. الله 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 يا عبد الله، على فكره بقى البت دي كدابه، وانا ما قلتش اي حاجه وعايزه توقع بينا، ومن اول ما شفتها انا ما ارتحتلهاش. طب ايه اللي عرفها باللي حصل لي في البلد؟ ولا شرفني تلاقي حد اي حد فيكم كده طرطش بالكلام. بالي اللي هقطع لك لسانك وهطرطشه بالدم يا ابو عميره. يا عبد الله يا عيب، يا عبد الله ده انا ابن عمتك وستر وغطى عليك، يتقطع لساني لو كنت قلت حاجه. الله انت فين يا ابو عميره؟ انا قالب عليك الدنيا من صبحيه ربنا مش لاقيك. عايز ايه يا سيكا في الساعه الزفت دي؟ عندي مصلحه شغل كده على السريع، لوز العنب هيطلع لنا منها قرشين حلوين. مش شايفني واقف بتخانق مع ابن خالي؟ الله انت عبد الله ابن خاله اللي خاربها في ابو النمرس؟ انا خاربها في ابو النمرس؟ انت تعرفني؟ بصراحه يا استاذ انا ما اعرفكش، بس ابو عميره حكى لنا عن امجادك وحاجات كتير يعني. قول لي قال ايه؟ كله خير مش كده يا سيكا؟ كله خير. كله خير يا ابو عميره، ده انت قعدت تقطع في فروه الراجل وقعدت تقول عنه ان هو هربان من المصايب اللي عاملها في البلد وجاي هنا. هو قال لك ايه تاني؟ وقال ان انتوا من ساعه ما جيتوا وانتوا لازقين هنا زي الباراشوت، عمال ياكلكوا ويشربكوا ويصرف عليكوا ويقطع من ماله الحي، ولا طال منكوا الابيض ولا الاسود، وحاجات تانيه ما يصحش ان اقولها. على اساس اللي انت بتحكيه صح ولا هتحكيه تاني ما يصحش. الله يخرب بيتك يا سيكا. اوبا انا شكلي كده عكيت الدنيا، وانا موتي وسمي، موتي وسمي ان انا اقع من حد او اتنين بصراحه. لا خلي الحد والاتنين ليك وسيبولي بقيه الاسبوع. طب انجوي تو جيزا، السلام عليكم. سلام يا سيكا، الله يخرب بيتك. ايه يا عبد الله بص لي كده ليه؟ وانا عملت حاجه؟ على فكره يا ابو عميره اللي كنت بعمله زمان معاك كان ممكن تحكيه، انما اللي اعمله معاك دلوقتي صعب تحكيه قوي. انت بتعمل ايه يا عبد الله؟ ما تخافش، دي حاجه بسيطه. عيب يا عبد الله، احنا رجاله زي بعض. يلا دي حاجه بسيطه قوي. يلا يا عبد الله. لا ما تخافش. خد يا جزم. ايه يما خير يما؟ في ايه؟ في ايه؟ مغص مغص هيموتني خالص. خير خير يا ام سماح. لا دي كريزه وهتعدي ان شاء الله زي كل مره. لا مش هتعدي المره دي، هتشر هتموتني المغسل. انا حاطه بالاسعاف. الو الاسعاف. ايوه انتوا فين؟ ايوه بالشغل. انت فين؟ انا في البيت، تعالى لي بسرعه. اه يا ام سلامتك. سلام عليك. تعبان قوي ان شاء الله. تعبان قوي. لا ايه ما تخافيش، غم وهتروح ان شاء الله. بالراحه يا ابني، بالراحه بقى. الف سلامه يا ام سماح. ده شوقي بيه يا ام سماح. اهلا يا شوقي بيه. الف سلامه. الله يحفظك. الله يخليك. انت ايه اللي جابك يا استاذ شوقي؟ ابوك كلمني واستنجد بالي، جيت ومعايا عربيه الاسعاف. غلطت في حاجه انا بقى ولا ايه؟ تعالي اركب معايا العربية اتفضلي. لا انا هركب مع ابني الاسعاف. ما ينفعش يا سماح، المسعفين قالوا ما ينفعش هما بس. يلا يلا, يلا مع شوقي بيه وهنحصلهم ان شاء الله. الف سلامة. في حاجة يما؟ الحقنا يا عبد الله. ام سماح تعبت واخدينها على المستشفى. الف سلامة على امرك يا سماح. عبد الله تعالى اركب معانا العربية. عربية ايه اللي اركبها؟ يا ميكروباص. طب انا هحصلكوا على المستشفى، اطلع انت يا ما فوق. يلا 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 سماح يلا.